بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلاء. يغر الفتى بالدهر والدهر خائن ويصبح في أمن وما هو آمن. ويحكم السدار من فرط جهله وما نفعه في داره وهو ضاعن. وإن أمام المرء موت محتم فلا يغترر إن المحتم كائن. إذا الناصعات البيض لاحت بمفرق فتلك لمحتوم الفناء قرائن. وما حلت الأيام يوما لواحد وهل كيف يحلو ماؤها وهو آنجن. ستحملنا والموت غاية قصدها هجان الليالي للمطايا الهجائن. فإن حاربت لم تثن عنك حرابها وإن سالمت فهي العدو المداهن. ضغائن شرك أظهرتها أمية وكم في الصدور من علي ضغائن. سل الدهر عن تلك الملوك التي مضت فأين مبانيها وأين
المساكن وسل عن بني الزهراء مواطن عزهم متى أقفرت عن ساكني المواطن ضغائن شرك أظهرتها أمية وكم في الصدور من علي ضغائن وخانوا حسينا بالعهود ولا تخال ينال سبيل الرشد من هو خائن فوافاهم من بعد ما أرسلوا له ظواهر صحف خالفتها البواطن طوح الحادي والضعان هاجب حنينا زينب تنادي سفرتين القشرى عليه صاحت بكافلها شديد العزم والباس شمر ردانك وانشر البيرق يا عباس شني يعاينها مصيب الشيب الراس ما ظنتي نرجع بدولتنا المدين قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين ما دام أنا موجود يا اختي ما الذلين لو تنجلب شاماتهم ويا العراقين لطحن جماجمهم ونيحا الضعين لا تهيجيني ولا يديش بقلبك الخوف ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف بس طلبي من الله سلم لي هالجفوف لحمل على العسكر وذكرهم بابون قالت عرفك بالحرب يا خوي وافي وقطع الزند هذا الذي من مخافي اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي ياهو ليرد الخيل لو هجمت علينا لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم، وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. تعرف النفقة بأنها ما ينفقه الإنسان على من يعوله عند عيال. هؤلاء العيال ينفق عليهم، سواء كان ذلك مأكل، مشرب، ملبس. هذه المصروفات التي يصرفها عليهم، ينفقها عليهم، هذه النفقة. ويقولون أنها تجب بالزوجية، فالزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، وكذلك القرابة. لكن هذه القرابة مختصة بالوالد، ينفق على أولاده. يقولون وإن نزلوا أولاد الأولاد كذا. والأولاد يجب عليهم ماذا؟ الإنفاق على الأب، على الآباء، وإن علوا الأب، أب الأب، الجد، كذا. لكن فعلا الكلام ليس على نفقة الوالد على ولده، ولا نفقة الولد على والده، وإنما الكلام على نفقة الزوجة. فما هو مقدار النفقة؟ الآن الزوج يريد ينفق على زوجته، ما هو مقدار النفقة التي يعطيها الزوج إلى زوجته؟ 50 دينار، 70 دينار، أقل، أكثر؟ طبعا ليس هناك مقدار خاص لمقدار النفقة، وإنما ذلك تابع إلى العرف، لأنه يختلف من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، من زمن إلى زمن. بل حتى من امرأة إلى أخرى. فليس هناك مقدار معين
وإنما ذلك خاضع إلى العرف. فالآن مثل هذه المرأة إذا كانت من عائلة كبيرة ذات شأن رفيع يختلف الإنفاق عليها بالنسبة إذا كانت المرأة من عائلة بسيطة وضيعة، فذلك يختلف من امرأة لأخرى، كل على حسب شأنه. فإذا تزوج امرأة من عائلة ذات مستوى رفيع لابد بعد يلتفت إلى المصاريف، ترى مو نفس المرأة الوضيعة، فالأكل بيختلف والملبس بيختلف والمسكن بيختلف. يقولون مد رجولك على قدر ماذا؟ الحافك. إذا أنت ما عندك أموال وكذا تريد تصرفها فالتفت إلى المرأة التي تأخذها، لأن هذه المرأة يحتاج أنك تنفق عليها، النفقة واجبة على هذه الزوجة. حتى لو كانت المرأة تشتغل، والكثير يتصور على أن المرأة إذا تشتغل خلاص بعد أنه ما ينفق عليه، لا، أنت لابد ماذا؟ أن تنفق على زوجتك حتى لو كانت هي تعمل، لا يسقط عنك ماذا؟ المأكل والملبس والمسكن وبقية المصروفات، ما تسقط. مع الأسف على أن هناك أزواج يقصرون في حق ماذا؟ زوجاتهم، ما يعطي، ما يصرف على ماذا؟ ما يصرف على زوجته، يعني الزوجة هي تصرف على نفسها بنفسها، هذا غير صحيح. أنت مكلف بالنفقة على زوجتك بالحالة التي هي عليها، اللائقة بحالها، اللائقة بشأنها. لاحظ شأنها، لاحظ مرتبتها، لاحظ مستواها، فأنت تنفق عليها بمستواها. فبالنسبة إلى المأكل، خويا تشتري الطعام مثلا بالمستوى التي يناسبها واللائق بحالها، أو تعطيها مبلغ، تعطيها مبلغ مثلا شهري وهي تأخذ الطعام حسب ماذا؟ الذي يناسبها. فإذن هذا طبعا بالنسبة إلى الطعام، كذلك بالنسبة إلى الملبس، الملابس لابد الزوج ماذا؟ أن يقتني الملابس لزوجته، يعطي زوجته ملابس تليق بحالها. فإذا كانت من عائلة رفيعة يكون هاي الملابس تناسبها، مو ياخذ إليها ملابس مشينة مزرية، لا، لابد تكون ملابس تناسب هذه المرأة وإليها مثلا في المناسبات، وإليها في الشتاء، وإليها في الصيف مثلا كذا، فكل على حسبه. فإذا بالنسبة إلى مقدار النفقة ليس هناك محدد مقدار معين، وإنما ذلك خاضع إلى ماذا؟ إلى العرف وإلى المستوى اللائق بماذا؟ بهذه الفتاة أو بهذه الزوجة، بهذه المرأة، على حسب ماذا؟ حالتها، على حسب مرتبتها. وذكرنا على أن ذلك يختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن امرأة إلى أخرى. ثم إنه هذه الزوجة أيضا تلتفت إلى زوجها أنه يجب عليه أنه ينفق قضية مثلا المأكل، الملبس، الدواء إذا كانت تحتاج إلى خدمة وما شابه ذلك، أغراض المنزل يشتريها،
لكن بالنسبة بعد طبعا إلى الكماليات هو ليس مكلف بها. كل ما صار آخر موضة وآخر صيحة قالت يا أيها الزوج الكريم مد يدك المباركة واشتر لي آخر موديل من التليفونات مثلا، آخر موديل من الهواتف الآيباد مثلا، وما شابه ذلك من هذه التكنولوجيا مثلا، أو من الألبسة أو من الإكسسوارات مثلا وما شابه ذلك. لا، الزوج مو مكلف أنه بعد يشتري مثل هالأمور هذه وزايد عن الحاجة وكذا أشياء كمالية. فإذا الزوجة تلتفت إلى زوجها من هالناحية، خاصة في عصر شوية ماذا ضيق عليه من ناحية الأعمال، مشددين عليه من ناحية ما أدري شنو، مضيقين عليه، وانتين بعد الجين والضيقين على زوجش أكثر بعد، وكل يوم طلبات، وكل آخر شهر لست ما شاء الله وش طولها من الكماليات وكذا. لا، تحاسب إلى زوجها، لأنه أحيانا مثلا إذا مرت عليه فترات الله سبحانه وتعالى وسع عليه وأغدق عليه من خيره ومن عطائه، تلتمسه ذلك، ما في مشكلة. لكن في وقت الضيق وفي وقت عدم السعة ينبغي ماذا؟ أن تصبر شوية وتلتفت، لا تضيق عليه، لا تكثر طلباته على الزوج، لأنه أيضا بعد طاقة، وأنها تلتفت إلى الزوج لا ينفجر بعد هذا الزوج ويغضب وكذا وصير مشاكل وصير محن وكذا. لا، يعني ينبغي ماذا؟ أن تصبر هذه المرأة على مرارة العيش وكذا، ولها ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم أنه ليس معنى ذلك أن الزوج يكون ماذا؟ شحيح المال، قصير اليد، لأن بعض الأزواج أنه ماذا؟ يكون بخيل، سبحان الله، لا ينفق على زوجته ولا ينفق على أبنائه ولا ولا، وعنده فلوس، عنده خير، ما أدري يعني يموت عنها وبعدين يتقاسمونها. ليش أنت ما تنفق على زوجتك؟ ليش ما تنفق على عائلتك؟ ليش ما تنفق على أبنائك مثلا؟ يجب عليك الإنفاق النفقة. أكو هناك اتصالات يتصلون، يتصلون، تقول إحدى الفتيات اتصلت تقول على أن والدتها الظاهر أنها متوفية، ولكن الأب مضيق عليه، ما ينفق عليه، وإذا طلبوا منه بعض المبلغ بعض المال تقول يواجهنا بالصراخ وكذا، على أساس إحنا نشتري لنا شيء ناكله وكذا، يصرخ علينا وكذا. فتسأل يصير شوي إحنا نأخذ يعني من أمواله، لأن عنده خير، عنده خير ما شاء الله، بس يعطينا كيف ما يصير له؟ بعد تموت جوع مسكينة هالفقيرة، لا لا ما عندها تأكل، وش تسوي فيها؟ عندها بنات وكذا، تحتاج إلى أمور خاصة، تحتاج إلى ملابس، تحتاج إلى مأكل، تحتاج إلى كذا، وهذا مو راضي يطلع شيء، وهذا حقهم دلين، حقهم هذا دلين إليهم حق. مو هند زوجة أبو سفيان جاءت إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، شكت له الحال إن هذا بخيل، يصير ناخذ من أمواله وكذا، قال له أجاوبها، أجابها بالجواز أنها تأخذ، لكن بالمقدار ماذا؟ مقدار حاجتها، مقدار إلا ماذا؟ يسد الحاجة، مقدار المعروف يعني لا يكفيها، مو تأخذ بعد أزياد تروح تجمع إليها بعد وكذا، لا، بحيث أنه الأكل الملبس وكذا الأمور التي تستحقها أن هي تأخذ هذا المقدار فقط. نعم،
فإذا هذا الزوج في حال السعة يلتفت إلى عائلته، يوم جمعة مثلا يوم كذا يمضي إلى السوق شوية، ماذا بعض الفواكه بعض الخضروات كذا، ها يعطي إلى ماذا؟ يعطي إلى عائلته، يوسع عليهم يغدق عليهم، لا أنه يكون شحيح، لا أنه يكون بخيل. نعم هناك شروط لاستحقاق الزوجة النفقة. متى تستحق الزوجة النفقة ومتى لا تستحق الزوجة النفقة؟ أولا الشرط الأول أن يكون هناك عقد صحيح، عقد زواج صحيح، ما يكون بعد العقد باطل. ثم أن هذا العقد لابد أن يكون عقد دائم، أما بالنسبة إلى العقد غير الدائم لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المؤقتة. يجي تقول لي وين الملابس وين كذا وين كذا وين كذا، يقول لها أنا مو ملزوم. نعم إذا شرطت، المؤمنون عند شروطهم، إذا شرطت عليه لابد أن يفي بماذا؟ يفي بشرطه. فإذا هذا الشرط وهو ماذا؟ أن يكون العقد والزواج دائم. زين هنا نسأل، وهي طبعا مسألة مبتلى بها الآن بالنسبة إلى العقد، فترة الخطوبة يصير العقد وقبل الدخول، نفترض الآن قبل ماذا؟ قبل الدخول عقد عليها، جاب الشيخ قال لي يلا عقد لنا وعقد. الآن هذه الفترة فترة الخطوبة، هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته؟ الآن نفترض أنه ما صار وقت الدخول، فهل يجب عليه أن ينفق على زوجته؟ طبعا إذا صار بينهم دخول، إذا صار بينهم دخول أنها لم تمنعهم، مكنته من نفسها وهي مسلمة أمرها إليه، فهني لابد ماذا؟ أن ينفق عليها. وأما إذا لم يدخل بها، ما دخل بها، صار خطوبة وكذا لكن ما صار دخول، فهل يجب عليه أن ينفق عليه بمجرد العقد؟ الآن هي تستحق النفقة، أنه يعطيها النفقة، لعل المسألة في هذا فيها خلاف، لكن طبعا الاحتياط أن الزوج، ولعل هذا الأمر الجاري أنه إذا عقد عليها ماذا بعد يتكفل بمصروفاتها ويشتر لها ملابس ويشتر لها كذا ويعطيها شهرية وكذا، فعلى الظاهر أن هذا الأمر السائد والله العالم. زين فإذا هذا بالنسبة إلى هذا الشرط، وهو قلنا بالنسبة إلى العقد أن يكون دائم. أمر آخر وهو أمر مهم، متى تستحق الزوجة النفقة؟ عند عدم النشوز، ما تكون ناشز. أما إذا كانت ناشز، كانت عنودة مع زوجها، ما تلبي حاجته، ما تلبي طلبه، ما تمكن من نفسها متى ما أراد، فهنا هذه المرأة لا تستحق النفقة.
إذا كانت هذه المرأة امرأة ناشز، نحن نقول الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآن الزعامة والسلطة إلى من؟ إلى الزوج لو إلى الزوجة؟ طبيعي إلى الزوج. بالنسبة إلى الحزم القرار رجاحة العقل إلى غير ذلك من مواصفات ميز الله بها الرجل عن المرأة، فالقوامة تكون بيد الرجل أخذ القرارات، ما يكون ماذا؟ الرجل تسيره المرأة. والحال أن الكثير نجد على أن المرأة هي التي مذ كأنها النساء قوامات. لا يا عزيزي، يعني كأنما الكلمة كلمة من؟ كلمة المرأة، القرار قرار المرأة. لا مو كذي. صح إليها حقوق، إليها نفقة، إليها واجبات، والزوج لابد ماذا؟ أن يقوم بهذه النفقات، يقوم بهذه الأمور، لكن ليس معنى ذلك على أن القرار والكلمة تكون كلمة المرأة. كل شيء تعال إلى قرار المرأة. حتى لو الرجل رافض هذا الشيء، لا إلا بد أن ماذا؟ أن تمشي كلمتها. لا ليس صحيحا. التفت إلى زوجها على أساس لا تكون مشاكل، وأنها تسلم أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى القرآن. فإذا القرآن جعل القوامة بيد الرجل لا بيد المرأة، كيف تستلم المرأة القوامة؟ ليس لها ذلك. فإذا لابد أن تسلم أمرها وتطيع زوجها، طاوع زوجها، تلتفت إلى زوجها، ومتى ما طلب منها طلب تمتثل، تمتثل إلى ماذا؟ إلى طلب زوجها، تمكنه من نفسها. فإذا هذا أمر ضروري، وكثير من المشاكل حادثة بسبب ماذا؟ بسبب النشوز، أن هذه المرأة لا تطيع زوجها، لا تمكن زوجها. ثم أنه يلتفت طبعا بالنسبة إلى الرجل، أنت أخذت هذه الفتاة كزوجة ولم تأخذها كخادمة، إذا خدمت فهي من طيب نفسها، هي تقتدي بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها جرت بالرحى حتى مجلت يدها، وطبخت حتى دكنت ملابسها، وكنست حتى اغبرت ثيابها، وسقت بالقربة حتى أثرت على صدرها. هذه الزهرة صلوات الله وسلامه عليها. والمرأة التي تريد أن تقتدي بالزهرة صلوات الله وسلامه عليها أنها تخدم زوجها أيضا، لا بأس أنها تعمل له الطعام، تطبخ له الطعام، تكنس المنزل وكذا. لكن لو أنها لم ترد ذلك وأرادت مثلا أنها لا تخدم، ليس مجبرة على ذلك.
نعم الزوج مثلا، خاصة إذا كانت الزوجة من ذوات الخدم من ذوات الحشم، يأخذ لها خادمة وكذا، كما للزهراء صلوات الله وسلامه عليها خادمة أيضا، فتكون شوية تقوم بهذه الخدمات وهذه الأمور التي يريدها الزوج على العموم. فمن ضمن هذه الشروط لاستحقاق الزوجة النفقة أنها لا تكون ناشز، ما تكون ناشز. أما إذا كانت عنودة، إذا كانت عاصية غير طائعة إلى الزوج، فعندئذ لا تستحق النفقة. بعد لجي الطالب زوجها وين النفقة وين كذا، لا ليس لها النفقة إذا لم تسلم نفسها وتمكن نفسها من زوجها. ثم إنه بالنسبة إلى خروج المرأة من بيتها، هل يجوز لها أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها؟ الزوجة هل يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها بدون إذن زوجها؟ طبعا لعل هناك إجماع، إذا كان هذا الخروج منافي إلى حق الاستمتاع وهي تخرج بدون إذن الزوج هذا لا يجوز لها. وهذه بعد إذا خرجت والزوج غاضب عليها فعليها لعنة الله والملائكة، يعني هذه المرأة لابد أن تلتفت إلى زوجها مضمونا، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد إلى زوجها، هذا مقام الزوج. فلابد أن تلتفت إلى ماذا؟ إلى هذا الزوج، خاصة قضية الاستمتاع الجنسي وكذا من هذا القبيل. إذا هي لم تلبي حاجته بعد ذلك تجي تعيب على زوجها، لماذا أنت تتزوج مثلا ثانية أو كذا أو كذا. فلكي لا تخسر زوجها أنها لابد ماذا؟ أن تلبي حاجة الزوج، تلتفت إلى زوجها، تمكنه من نفسها، تتعدل إلى زوجها، حتى هذه الروائح الطيبة الجذابة تستخدمها، المنظفات تستخدمها وما شابه ذلك، تتزين لزوجها. هذه هي الزوجة الصالحة. نعم، فإذا نشزت هذه الزوجة فليس من استحقاقاتها النفقة. أما إذا كان خروجها من بيتها بحيث أنه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الاستمتاع، استمتاع الرجل. لعل هنا المسألة خلافية بين الفقهاء. طبعا بالنسبة للأمور الطبيعية والخروج الطبيعي هذا ما في مشكلة، أما بالنسبة إلى الخروج لا غير المتعارف، فعلى الظاهر أنه إذا كان غير منافي لماذا؟ لحق الاستمتاع. فعلى الظاهر أن البعض من الفقهاء لا يوجب عليها في هذه الحالة إذن الزوج، والبعض لا مطلقا أنها لا تخرج من البيت إلا بإذن
زوجها. وطبعا الاحتياط أنها كما ذكرنا أن المرأة تلتفت إلى زوجها ولا تخرج من بيتها. ومع الأسف على أن هناك بعض الزيجات ولأتفه الأسباب تترك ماذا؟ تترك بيتها وتروح بيت أبوها مثلا وكذا. على أمور تافهة، على أمور مثلا أشياء بسيطة وكذا، لا، أنها تلتفت إلى هذا الأمر المهم، ما يصير تطلع من بيتها وكذا إلا إذا طبعا أكو هناك أشياء ثانية، هناك مثلا وقت الضرورة أو شيء كذا، هذا شيء آخر. على العموم لذلك ينقل أن زينب عقيلة الطالبيين ابنة أمير المؤمنين عليه وعليها آلاف التحية وأزكى السلام، أنه لما أراد أخوها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج، استأذنت من زوجها عبد الله بن جعفر فأذن لها بالخروج، فخرجت مع أخيها أبي عبد الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه دفاعا عن هذا الدين القويم، وتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا، وقاست ما قاست صلوات الله وسلامه عليها من جور الأمويين بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها، ثم أنه لما مر القوم بالسبا بالنساء نسايا للبيت مروا على تلك الجثث الطواهر وهم مجزرون على بوغاء كربلاء كالأضاحي مزملون بالدماء، نظرت زينب إلى جسد أخي الإمام الحسين عليه السلام وأرادت أن ترمي بنفسها من على ظهر الناقة، التفت إليها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليها، عم زينب ارحمي حالي ارحمي ضعف بدني، إذا رميتي بنفسك من على ظهر الناقة من الذي يركبك وأنا مقيد؟ يا ابن أخي أريد أن أودع أخي الحسين، نعم ودعيه وأنت على ظهر الناقة. التفتت إلى أخيها أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، أودعتك الله السميع العليم، والله يا ابن أم لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل لحمي لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، ولا تقول ضيعت الأخوة. أنا مأخوذة يا حسين
قوة شوف الشمر بيا السوية والله الصوت على ظهري هي انت لو ما شوف انا حسين غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيو ومن حنة الأيتام صرت بحال مشوم وإحنا حرم تدرون ما نسلك بلا كفيل شاف الحريم بغير والي تقطع البيد والشام يا ابن أمي علينا دربه بعي مشي الحريم بليل فوق الهزة المشيد لو عثرة النوق الهوادج لازم تمير محمل سكينة لو تزال زل من يجي له ولو طاح من عندنا طفيل ياهو اللي يشيل حاد الضعن ترويعنا يبرد غليله وهالبر الأقفر ما تقيط على الرجاج يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك يا ريت من قبل السفار نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسي والله لا تقول عني سافروا ما ودعوني شالوا خواتي وللقبر ما شايعوني يا ريتهم وياك بالبار والله بالبر يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المهاز ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يا الله تقبل عزاءنا شافي مرضانا أيد وانصر علمانا العاملين وارحم الماضين اللهم انفك مسراءنا رد مغربينا شافي وعافي جرحانا ومرضانا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين اللهم اجعل كلمة الحق هي العليا وكلمة الباطل هي السفلى إنك على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا آمنته
ولا سوى إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. يا قاضي حوائج السائلين، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين يا رب العالمين. اللهم وجماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، ولا سيما المسببين لهذا المجتمع الشريف. اللهم أطل في أعمارهم وبارك في أرزاقهم، ونهدي لأمواتنا وأمواتكم، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.